أعزائي المستمعين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من دردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن هيل إن السل، العرض الأسطوري اللي صار فيه شيء غريب وما تعودنا عليه في عالم الدبليو دبليو إي، أن النجم يكون مصاب والإصابة تكون باينة وفي نفس الوقت يخلونه يصارع ويقدم مباراة كبيرة. المين إيفنت كان أسطوري، عجبني كثير، والجمهور بعد حلوا العرض أكثر وأكثر، متحمسين لكل مباراة. ولكن نبدأها مع المباراة الافتتاحية مع بيانكا بيلير تدافع عن اللقب ضد آسكا وبيكي لينش في مباراة ثلاثية. المباراة هذه كانت جميلة جدا جدا، وبالنسبة لي أنا أشوفها ثاني أفضل مباراة في العرض. في نفس الوقت بيانكا بيلير قدرت تبين أن فعلا تقدر تصير المين إيفنتر، والثانيات بيكي وآسكا حاولوا يبرزون بيانكا أكثر في المباراة هذه. ونوعا ما أنا قلت أن آسكا يعني ما حسيتها في المستوى، ما كانت نفس آسكا اللي كانت قبل الإصابة، ولكن هنا بينت أنها فعلا تقدر تكون في الواجهة تقدم لنا مباراة يليق للبيبر فيو. أنا العرض صار لي مشكلة، قمت أشوفه بالإنجليزي يعلق عندي، أحول على العربي، مرة حولت على الهندي، شفته ما شاء الله يعني في جميع اللغات. فحاب أحيي الشباب فيصل مغيصيب وجود على شغلهم الجميل اللي يقدمونه بالتعليق العربي، أبدا ما حسيت إن في فرق. أما الهندي عاد أوف يا جماعة، نفس الإسباني كيف يحمسك نفس الشيء، يعني تعليق صاروخ. أنا بس أفهم اسم الحركات اللي يقولونها، بس باقي الأشياء اللي ما كان عندي أي فكرة. المفاجأة جت في نهاية المباراة لما بيكي عملت الفينش على آسكا، وبيانكا مسكت بيكي رمتها برا الحلبة وثبتت آسكا 1-2-3 وتفوز وتكمل لفترة زمنية طويلة، وهذا اللي صار. في نفس الوقت حموا بيكي لينش، بس آسكا طلعت بشكل ضعيف في المباراة. بتقولي مستواها كان حلو، بقولك تمام، بس طريقة التثبيتة ما أدري، شكله ما في خطط لآسكا، ويمكن يدخلونها في قسم التاك تيمز. يعني طلع خبر مبارح أن إيو شراي طلبت تسريح من فايتفول، يعني العادة فايتفول أخبارهم تكون صحيحة، بس ليش تطلب تسريح وهم مهتمين فيها في NXT؟ وقالوا بيصعدونها يعني قريبا في عروض الرئيسية، فإذا راضوها راح تصير تاك تيم مع آسكا بعد اللي صار مع ساشا بانكس ونيومي في الأسابيع السابقة. مباراة بابي لاشلي وأوماس مع MVP، مباراة هانديكاب ماتش، صار تدخل من سيدريك ألكساندر مما أدى إلى فوز بابي لاشلي على أوماس. أوماس في لقطة قالوا له أنت لازم تجري، فالحبيب حاول يجري بس ما تحسه جري، تحسه مشي سريع، يعني حركة جسمه انه يركض، بس الحبيب ابدا قاعد يركض وهو يمشي في النص. فنصيحتي بوي لا تركض، اعمل لك الباور بوم، صارخ كأنك الديناصور، وما يحتاج بيتها تركض. وهذا بعد حتى دزت بوبي لاشلي يعني كانت فضيحة شوي، دزيت على خفيف، والجدار اللي يكون قدام الجمهور هذا تكسر، اللي صاحبة ركوش تكون جالسة هناك اصلا الجزء هذا شغلته بس يتكسر، مفروض يزيدون معاشه. كيفن اوينز وازيكيل، مباراة حلوة كانت، يعني ازيكيل نفس ما هو، ما تطور في الحلبة، يمكن حركة حركتين يسويها حركة جديدة، بس نفس الشيء. بالأخير النتيجة فاجأتني، يعني عندك نجم جديد وتبغى تكونه. صح كيفن أوينز لعب ضد ستون كولد، بس ما فيها شيء يخسر، انت بالطريقة هذه دمرته. بس عجبني في البرومو قبل المباراة كيفن أوينز، يا قال شوف إذا اعترفت انك لايس ومحلق لحيتك وكذا بكون عنيف معاك، بس مش عنيف كثير، بس اعترف. وزيكل ما اعترف، بس فيها كيفن أوينز. جوجمنت داي، إج داميان بريست مع ريا روبلي ضد إيج ستايلز فين بالر وليف مورغان. المباراة كانت ماشية صح من الكل، وبالذات عجبني داميان بريست، قاعد يثبت نفسه بالشخصية الجديدة ومغير حركاته شوي، مبطئ الرتم وما قاعد يقدم الستايل اللي كان يقدمه في NXT أو في رينج أوف أونر، قاعد يقدم اسلوب جديد على اسلوب إج. بس جت إصابة لإيج ستايلز، هذه خربطت كل شيء في المباراة. كان بيسوي حركته التوب بيكون هيرو هو مع فين بالر مع بعض، بس هو عمل الفينومينال فورام داخل الحلبة ونقز فيها على الأرض. إذا ما خاب ظني كان على داميان بريست، بس ريا روبلي مشيت قدامه، تشوف شي ماسك راسه، يوم دخل الحلبة قام يكمل المباراة تشوف انه قاعد ينزف، فيوم شافوا النزيف طلعوه من المباراة، وتقدر تشوف الدكتور راح عنده برا الحلبة وكمل المباراة فين بالر. وبالأخير جوجمنت داي فازوا، وهذا هو الصح، تكون عصابة جديدة، العصابة هذه لازم تفوز. بس أتمنى إصابة إيج ستايلز ما تكون خطيرة، الشهر هذا يا أخي شهر النحس، إصابات في كل مكان، براين دانيلسون مصاب، آدم كول، كودي رودز، إيج ستايلز، سمو وجو، ما بقى حد، الله يعين.
اخرتها بنشوف اكيرا توزاوا بمين ايفنت موندي نايت رو وفي اي دبليو بيلي جان. والله مو بحاله هذه. ماد كاب موس وهابي كوربن، يعني ما ننسى هولك هوجن مع اندري ذا جاينت، ما ننسى ريك فلير وستينج، ستون كول ستيف اوستن ذا روك، بريت هارت شون مايكلز، كيني اوميجا كازوتشيكا وكادا، والان ماد كاب موس مع هابي كوربن. عجبوني في المباراة، انا سقف التوقعات عندي كانت تحت بس ابدعوا، والفينش كان خطير، يعني شكله خطير بس مش خطير، يوم شل السلم الستيرز ونزله على كرسي اللي كان رقبة هابي كوربن وثبته وفاز المباراة. بس ما اشوف ماد كاب موس يوصل لمكان، بيظل ميد كاردر يمكن بعد اقل من الميد كاردر، لو بيعطونا بوش يمكن يلعب على لقب الولايات او لقب الانتركونتيننتال، يعني لقب الميد كارد، وما يوصل مكان. بس يقول لك فينس ماكمان معجب فيه، وبعد إصابة كودي تحتاج نجوم جدد، لو بيعطونا بوش ما بتكون حلوة. يعني انت عندك نجوم في NXT موجودين وجاهزين، برون بريكر، ماكس دوبري، كارميلو هيز، سولو ساكوا، حتى وزلي يطلع منه، وما نبغى نشوف مات كاب في تخيل مين ايفنت مات كاب. اسمح لي. النظرية ثيوري ضد مصطفى علي، توقعت سكواش بس ما صارت سكواش، قدموا لنا مباراة خفيفة، وانا هني جلبت على التعليق الهندي وكانوا متحمسين، مع ان تعرف الهنود ما يحبون الباكستانية، بس ما ادري ليش كان يقول لي من قلب، ففاتكم صراحة فاتكم. وهذا مكان مصطفى علي، يعني بعد اللي صار معاه طلب التسريح ورجعوه، يعني اكيد ما بيعطونا بوش، بيخلونه يخسر مبارياته، وحين وقت أوستن ثيوري بالتحديد اذا بيقدم عداوة مع جون سينا، وراح يكملون على نفس المنوال هذا، ان جون سينا تكلم عليه، وبعدين أوستن ثيوري قال ابوي ليش تسولف وايد، تعال عندنا دبي دبليو اي بلعب معاك، فشكلها بتصير في السمر سلام. ثيوري لازم يفوز على اسامي نوعا ما كبيره، ومصطفى علي يعتبر اسم كبير، وهذا اللي صار. بس شفت فيديو بعد المباراه، كان تصوير الجمهور ووجه مصطفى علي منتفخ، شكله جت له ضربه في وجهه والحبيب راح فيها، طبعا فينس شاف وجهه استانس، بعدين قال انا تطلب تسريح ابلع. المين ايفنت كودي رودز مع سيث فريكن رولنز. اول شيء طلع سيث كان لابس الكوت، ما ادري عبايه ما اعرف شو لابس، لونه اسود، يوم شلها ولا لابس بنطلون والتيشيرت على ستايل دستي رودز. طبعا حركه قذره هذا انه يقلد ابوه، بس في نفس الوقت دستي رودز كان من الناس اللي يناشد ويطالب بالدبليو دبليو اي انه يهتمون بسيث رولنز، وهالشيء معروف، يعني كان يتكلم مع تريبل ايج عن سيث رولينز، وهالكلام وصل لفينس ماكمان لانه عملوا فريق الشيلد ودخلوه انه يكون ضمن الفريق. بعد الدخله دخل الحلبه وهدوء، فكان في اخبار ان براي وايت بيظهر او سيزارو او بيرجعوا النجم قديم مثل جولدبرغ وغيرهم انه ينافس بدال كودي رودز لانه جت له الاصابه، ولا تشتغل اغنيته. قلت بعد في امل يمكن يوقفون الاغنيه يطلع الفيند من تحت الحلبه ولا شيء. طلع كودي وفعلا كان بينافس في المباراه، يوم فصخ الجاكيت تشوف صدره وذراعه شيء محمر من الاصابه، ونص الناس كانوا يقولون هذا ميك اب تستهبل. الحبيب متألم بالزور يحرك ايده يقول لي والله هذا ميك اب، اوكي خلينا نقول ميك اب، لو لعب المباراه وعرق يعني اكيد بيروح وبينشال الميك اب. ما فرحني غير شخص واحد، هذا الشخص دكتور، هو يشوف الاصابات في عالم الرياضه نفس كونر وغيرهم واليو اف سي، تكلم بتفاصيل، فنزل الفيديو على طول بعد العرض وشفت الشرح ماله. صراحه الشرح بالضبط شو صار مع كودي، وقال العلامات الحمراء اللي على صدره، وتكلم عن تفاصيلها عشان يؤكد ان فعلا هذه اصابه، وقال نقطه حلوه، قال شوف اذا استوى تمزق كامل في البايسبس ها معناته ان الاصابه ما راح تزيد اكثر، الحين المشكله بتتم في الالم، هل يقدر يتحمل الالم، هل يقدر يكمل المباراه ويعمل حركات وغيرها. بس في نفس الوقت قال لو انا دكتور واشتغل مع الدبليو دبليو اي كان ما خليت كودي ينافس في المباراه هذه. فللمشككين واللي شغلتهم بس لا هذه لعبه وهذا سيناريو، كل شيء في حياتهم سيناريو، كل شيء حتى الان يقول لك بريت هارد وشون مايكل سكرو جاب اللي صار هذه سيناريو، روحوا شوفوا الفيديو، وانا اصلا بحط لكم الرابط للفيديو في الديسكربشن، واسمعوا كلام الدكتور. كودي رودز اول 5 دقائق في المباراه ما كان في الجو، تحس بالزور يمشي بالزور يسوي حركات، والحمار بعد 5 دقائق سوى حركته كودي كتر سواها ونزل على ايده المصابه، قام يصارخ، اكيد بتصارخ يا حبيبي يعني انت وين داش؟ انا قلت مصاب بيقدمون مباراه سريعه وخلاص سيث بيفوز ويروح يتعالج ويرجع بعدين، بس لا
كمل المباراة أكثر من 20 دقيقة تخيل، وقدموا لنا تحفة فنية. للناس اللي يقولون والله لو مصاب كان ما عمل حركات ما قدر يسوي، لا، مع الألم كان يكافح للجمهور، وهو ما كان في مين إيفنتس كثير يعني في الدبليو دبليو إي، فهذه يعني شيء كبير بالنسبة له. وبالأخير فاز، سوى حركتين الكروس رودز ووقف شيء شوية، ما أدري قلت يمكن بيجيب مطرقة بيرجعها ولا بيجيب شيول ولا شيء. حتى عجبتني حركة المطرقة، هو تذكر يوم كسر العرش في أي دبليو هذه المطرقة كانت نفسها، فسوى كروس رودز ثالثة ثبت سيث رولينز 1-2-3 وفاز المباراة. حق الناس اللي يكرهون كودي رودز، إذا هذا ما كان مثال بأن الشخص هذا يحب البزنس، يموت في البزنس، عشقه وروحه للبرو رسلينج، أنا ما أدري شو أقول لك. العرض ككل كان عرض ممتع جدا. كترتيب أفضل مباراة هي مباراة كودي رودز مع سيث رولينز، مع أنه مصاب قدم أفضل مباراة في العرض، تخيل معي. ثاني أفضل مباراة نفس ما قلت لكم في التوقعات بتكون مباراة السيدات الثلاثية، قدموا لنا مباراة جميلة. والمرتبة الثالثة جاجمنت داي ضد إيج ستايلز فين بالر وليف مورغان. المباراة هذه كانت بتكون أحلى لو ما انصاب إيج ستايلز، نتمنى له الشفاء العاجل وما تكون إصابته خطيرة ونشوفه في العروض القادمة. لا تنسون دائما أبدا بنكون 1 شوو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 و